دان هايبيكي هي شخصية في لعبة الفيديو وسلسلة ستريت فايتر، ويظهر لأول مرة في ستريت فايتر الفا، وهو مقاتل متغطرس لديه ثقة زائدة في النفس كما يدير دوغو فاشل. يمكن وصف دان بأنه أفضل عدو لنفسه. يرفض دان التراجع عن أي قتال، عادة بسبب الثقة المفرطة، على الرغم من أن هذا يتحول بسهولة إلى الغطرسة أو الغباء المطلق. على الرغم من ضعفه، يبدو أن دان لا يزال ذكيا ولديه معرفة كبيرة بأساليب القتال، حيث بأن هوندا يستخدم حركات غير قانونية في السومو، فقط ضد روفوس وجوكن. قام دان أيضا بإرشاد بعض اللاعبين وإعطائهم نصائح حول كيفية التغلب على بعض الشخصيات. على الرغم من سجله البائس للخسائر، ما زال دان يعتقد أنه المقاتل الأقوى. نفسه منتفخة لدرجة أنه يحاول أحيانا سرقة الفضل والثناء من الآخرين. على سبيل المثال، في ستريت فايتر 5 عندما ينقذه ريو وساكورا من انفجار غامر سببه منظمة ألف، أن يعلن دان أن قوته الهائلة هي التي أنقذت الجميع من الهلاك. بغض النظر، يسعى دان إلى الارتقاء كوالده الجيد في القتال. على الرغم من تصويره كرجل مغرور ومحبوب، دان هو في نهاية المطاف جيد وطيب. على سبيل المثال، يقول لهاوك أن يكون مرتبطا بالمشردين ويشعر بآلامهم. يعتبر دان نفسه شخصية أبوية ومرشدة لصديقته ساكورا، حيث ينصحها باستمرار بتقنيات القتال، على الرغم من أن ساكورا لا تأخذ خبرته على محمل الجد، وترى أنه مجرد شخص مرح وممتع. كما أنه يميل إلى إلقاء محاضرة لبلانكا، صديقه الآخر، عن الرجولة الحقيقية وفنون سايكيو. كلاهما صديقان مقربان، غريبان بما فيه الكفاية. كان لدان لديه كراهية عميقة لريو وكين، على أساس كونهم أكثر المقاتلين المحترمين وأنكن زير نساء. وقد ثبت أيضا أنه لا يحظى بشعبية كبيرة مع الشخصيات الأخرى، عادة لأنهم لا يصبرون على تصرفاته الغريبة. وفقا لمدونة سوبر ستريت فايتر 4، ولد دان في 25 نوفمبر. كان والد دان جو مقاتلا ومنافسا لصاغات، حيث تسبب في اقتلاع عينه اليمنى فضربه صاغات حتى الموت. وبسبب هذا سعى دان للانتقام من صاغات وتدريب ليصبح مقاتلا، لكنه طرد من دوغو جوكن عندما تم تعلم فنون القتال. هكذا طور دان أسلوبه الخاص في فنون الدفاع عن النفس لبوكيني التي اندمجت مع عناصر مواي تاي وسماها سايكيو ريو. على الرغم من الضعف الكامل لتقنياته، ذهب للانتقام لوالده. في ستريت فايتر 1002، يجد دان صاجات للانتقام من وفاة والده. خلال رحلاته واجه غاي، الذي يدعو تحركاته باء اللطيفة. يشرح غاي أنه يتطلع إلى تحدي المقاتلين. يقبل دان تحديه ويحاربه. في النهاية واجه صاجات. عندما يسخره دان من رغبته في جعل العين اليسرى تتطابق مع اليمين، يقول صاجات أن الرجل الذي أخرج عينه اليمنى دفع حياته إزاء ذلك، ثم يعلق أنه يجب أن ينضم إلى والده، الأمر الذي يؤدي إلى قتالهما. بعد قتالهما، فاز دان، على الرغم من أنه لا يعرف أن صاجات جعله يفوز، مدركا كيف أن الغضب يجعل الناس يفعلون أشياء سيندمون عليها. بعد أن رضي أنه انتقم في النهاية من وفاة والده، عاد دان إلى هونغ كونغ وأقام دوغو خاصا به. في ستريت فايتر 1003، يسافر دان حول العالم ويروج للدوغو الخاص به، حتى تأتي تشان لي وتشكك من أمره وتسأله إذا كان متورطا مع شادالو. دان يحاربها، يفوز ثم يهرب. أثناء عودته إلى تايلاند، يحارب صاجات على أمل أن يأخذه تحت جناحه، لكنه يرفض. بعد الفوز، يقابل بيسون. يتذكر دان قتاله مع تشان لي، ويلقي باللوم على بيسون الذي أمر بارلوغ بمحاربته. يهزم بارلوغ قبل قتال بيسون نفسه، يخرج منتصرا على كليهما مستعملا طاقة هيشو بورايكين. في النهاية، يأخذ دان وصديقه بلانكا الذي يشير ليه باسم جيمي محرك بسايكو باور إلى دوبو تايلاند. في وقت لاحق يصل شارلي متأخرا ويقصف قاعدة شادالو. في وقت غير معلوم،
يأخذ ساكورا المعجبه الأولى بريو تحت جناحه، في حين لا تبدو ساكورا تمانع ذلك، فهو لا يدرك أنها تستخدمه فقط للوصول إلى ريو. في سلسلة ستريت فايتر 4، يظهر دان أنه منزعج من أنه لم يتم إخباره عن البطولة العالمية الثانية للمحاربين. يقول له بلانكا أنه حاول الاتصال به حول البطولة، لكنه لم يستطع، حيث أن دان لم يدفع فاتورة هاتفه وانقطع اتصال هاتفه. كما تسأل ساكورا دان عما إذا كان قد سمع أي شيء عن ريو مؤخراً، لأن دان قد ادعى أن ريو كان تلميذاً لديه. للاستمرار في هذا الكذب، يقول دان أنه يشاع أن كيم يدخل بطولة العالم القادمة، مما يجعل من المحتمل ظهور ريو أيضاً. خلال أحداث ستريت فايتر 4، في محاولة منه للاستفادة من ارتباطه بالمقاتلين الكبار، يبث إعلاناً تجارياً باسم الدوب الخاص به، ويطلب من الناس التسجيل، ومع ذلك، عندما لا يظهر أحد، تشير ساكورا إلى أن الإعلان لا يحتوي على عنوان الدوب، حيث يدرك دان خطأه وتجعله يصرخ ويدخل في جدال مع ساكورا. في حين أن دان نفسه لا يظهر في لعبة ستريت فايتر 5 كشخصية قابلة للعب، تظهر رسالة منه تحت اسمه أيام سايكيو على هاتف رشيد خلال قصة شخصية الأخير، يعبر عن الإثارة حول دفع فاتورة هاتفه أخيراً.